قصفت طائرات التركية مناطق إزدين في قضاء سنجار وناحية سنوني. قصف الطائرات أماكن المدنيين، وراح ضحيتها طفل 12 سنة عمره. فنطالب من الحكومة العراقية بإيقاف هذه القصفات التركية على مناطقنا وخاصة في أماكن المدنيين. مع كل الأسف لا نجد هناك تنديد من قبل الحكومة العراقية بحق هذه الانتهاكات التي ترتكبها القوات التركية أو مثل ما يقول السلاح الجوي التركي بقصف مناطق سنجار ومناطق الشمال. لا نجد هناك رد فعل من الحكومة العراقية، والحكومة التركية لا تحترم الحكومة العراقية نهائيا. لو كانت تحترم لكانت منعت هذه الانتهاكات بحق مجتمع فقير، مجتمع سلمي. حبيبي غالي.